الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. تخيلوا لو أننا نعيش ونتحرك في هذه الحياة في صورة هياكل عظمية ليس فوقها لحم ولا جلد، كم تكون بشاعة المنظر. ولكن الله من فضله وكرمه كسى العظام لحما وجعل فوق العظام جلدا. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله جل وعلا يذكرنا بقدرته دائما في بداية خلق الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. لماذا لم يقل في الآية فكسونا العظام جلدا، ولكن قال فكسونا العظام لحما؟ هناك ألفاظ في القرآن يجب الوقوف عندها لبيان الإعجاز. هو الظاهر من البدن لحم الإنسان ولا جلد الإنسان؟ كذلك أيضا الأمر في شأن نبي الله العزير عندما مر على البلدة المقدسة فوجدها خرابا وقتل أهلها، فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. كان العزير معه طعام ويركب حمارا، فمرت 100 عام الطعام والشراب لم يتغير، رغم أن كان معه طعام يسرع إليه الفساد، ولكن الحمار تحول إلى تراب وعظام. فرب العزة قال له وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، ما قالوش ثم نكسوها جلدة، ولكن قال ثم نكسوها لحمة. بينما في مشهد العذاب فرب العزة لم يذكر لا اللحم ولا العظم، ولكن ذكر الجلود. قال جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. لماذا السؤال للجلود؟ لأن الجلود هي فيها مصدر الإحساس، مراكز ونهايات الأعصاب كلها موجودة على الجلود، فالشعور بالألم كله موجود على الجلد. والدليل لو جئت بإبرة ثم أنفستها من الجلد إلى داخل اللحم، الألم عند دخول الإبرة إلى الجلد، ولكن وجودها داخل اللحم والمسلز اللي هي العضلات والنسيج الموجود لا تشعر بالألم. الألم عند دخولها وإنفاذها من الجلد. موجود على الجلد نهايات الأعصاب، مراكز الإحساس، الإحساس باللمس والإحساس بالضغط والإحساس بالبرودة والإحساس بالسخونة والحرارة. موجود ما يسمى ثيرموريسبتور، هذه المستقبلات موجودة على الجلد تشعر وتعطي مباشرة هذه المعلومات إلى مراكز الإحساس الموجودة بالمخ. الأعصاب اللي موجودة في الجلد بتنقل الإشارات الحسية إلى مركز الإحساس بالمخ. العلم اكتشف أن الإنسان في إحساسه، الإحساس كله موجود في الجلد. ولذلك القرآن الكريم لما ذكر الجلود أنها مراكز الإحساس، أن شدة الألم متعلقة بالجلد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. دائما تتبع في القرآن هذه المواطن، لهذا تلمس الإعجاز أيضا في قوله تعالى، قول زكريا عليه السلام رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ليه ذكر العظم؟ لأن العظام هي البنية الأساسية للجسم. في العظام، في نخاع العظم، البون مارو، في نخاع العظم بيصنع ملايين من الخلايا
كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء داخل النخاع، فالعظم هو مصدر تصنيع الدم، كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء، وهو مخزن الدهون والمعادن والأملاح والفوسفور والكالسيوم. الكالسيوم المهم جدا عشان ينظم ضربات القلب وحركة العضلات. عشان كده لما جه ذكر الوهن ما قالش وهن الجلد، وهن اللحم، وهن الجسم، قال وهن العظم مني، أي ضعف العظم ورقه. ذكر ضعف العظم لأنه هو اللي ماسك الجسم، فإذا جاء الوهن في العظم جاء الضعف في الإنسان كله. لذلك هشاشة العظام ده مرض يصيب الرجال والنساء معا، أوستيوبوروسيس. هناك 3 خلايا موجودة بتساهم في عملية نمو العظم، أوستيوبلاستس دي خلايا إنتاج العظم، وفي أوستيوكلاستس دي خلايا بتمص أو محطمة للعظام، وفي أوستيوسيست اللي هي الخلايا العظمية البالغة. نظام دقيق موجود في داخل جسم الإنسان، الجلد يليه اللحم يليه العظام، وكتل اللحم الموجودة والعضلات فيها شبكة هائلة من الشرايين والأعصاب والأوردة، كل ذلك يعمل بانتظام وانت نايم وانت متحرك، يعمل بانتظام دون خطأ. كل هذا من قدرة الله العظيم العزيز العليم جل وعلا ليظهر آياته للناس حتى يتدبروا ويتفكروا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بيحصل أن الكالسيوم بيطلع من العظم عشان يغذي عضلات القلب ويغذي العضلات الموجودة في جسم الإنسان، بعدين يحصل تعويض. فبتيجي في لحظة من اللحظات عندما يكبر الإنسان في السن تقل كمية الكالسيوم اللي هي خارجة، فبالتالي في العظم بتقل. وفيتامين د يعمل ايه؟ فيتامين د كمان بيشتغل على الكالسيوم اللي موجود في العظم يحوله الى خلايا عظمية، فيزداد الضعف، فيجي هشاشة العظام. يعني ايه هشاشة العظام؟ العظمة موجودة ولكنها ضعيفة وهشة، مع أي وقعة أو أي خبطة تنكسر بسبب هذا الضعف والوهن الذي دب في العظام. عشان كده هذه اللفظة أيضا ذكرت عند ذكر الأم، حملته أمه وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف. وبعد ما يولد المولود الولد يرفع صوته على أمه، والبنت تكلمها أمها وهي مشغولة بالموبايل مش فاضية ترد على أمها، ونسى هؤلاء أن هذه الأم هي التي أعطت من عظمها ومن لحمها ومن جسمها حتى يخرج الوليد إلى هذه الحياة. والحمد لله الحل ميسر وبسيط. إذا حصل هناك نقص في الكالسيوم أو حصل هناك نقص في الفيتامين دي، الإنسان مننا كوب من الحليب كل يوم أو علبة من الزبادي تعوض عن هذا النقص في الكالسيوم. وفيتامين دي دي دال نصف ساعة يتعرض الإنسان فيها للشمس مباشرة أسبوعيا، هذه تكفيه للتعويض عن فيتامين دال. طيب اليوم القيامة رب العزة سيسأل الجلود، ليه؟ لأن الجلود هي مراكز الإحساس، هي الوحيدة التي تشعر بالألم وشدة العذاب دونا عن سائر الأعضاء والجوارح، وعشان كده تسأل الجلود يوم القيامة. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذا العلم؟ وجاءت هذه الآيات في القرآن الكريم، والقرآن له عطاء لكل عصر من العصور ولكل أمة من الأمم، لأن كلام الله تعالى معجز وكله علم وحكمة. فهذا ليس كلام بشر ولكنه وحي رب العالمين. في بعض المؤتمرات الطبية العلمية أحد العلماء من تايلاند وآخر من النمسا لما سمعوا هذه المراحل أنها موجودة في القرآن، المراحل الدقيقة، إن النطفة تتحول إلى علقة، علقة يعني إيه؟ قطعة من الدم المجمدة معلقة في جدار الرحم، والعلقة تتحول إلى مضغة. يعني إيه مضغة؟ يعني قطعة لحم مضغتها بأسنانك فأصبح فيها بيعلم أماكن الأسنان،
بيبقى فيها بروز ونتوءات. البروز ده هي أعضاء الإنسان، هي العين وهي البصر وهي الودن وهي الرجل وهي الإيد. وبعدين يجي يتكلم عن هذه المضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني في زي الزغب صغيرة موجودة على النطفة، هذه لا تخلق ولكن بتتحول بعد ذلك إلى الخلاص والمشيمة. مش كل المضغة بتتحول إلى إنسان أو يتم نموها، ولكن مخلقة وغير مخلقة. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعلومات ولم يتم الكشف عنها إلا مؤخرا عن طريق التقنية الحديثة في علم الأناتومي، علم التشريح والميكروسكوبات ومراكز الأبحاث التي تتتبع تطور النطفة بهذا النسق العجيب؟ إزاي النطفة تتحول إلى علق، ثم بعد ذلك تتحول العلقة إلى مضغة، والمضغة نوعين مخلقة وغير مخلقة، ثم هذه المضغة تتحول إلى عظام، ثم العظام يكسوها الله تعالى باللحم، واللحم يكسى بالجلد ويخرج إنسانا آخر وخلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه المراحل بهر بها العلماء، كيف علمها النبي صلى الله عليه وسلم من 14 قرنا ولم يتوصل إليها إلا مع وجود العلم الحديث مع أبحاث مضنية حتى يتتبعوا مراحل تطور النطفة إلى أن تصل إلى الجنين؟ هذا كله خلق من؟ هذا خلق الله جل وعلا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا تتبعت هذه الآيات ومررت عليها، تذكر دائما الفرق بين العظم وبين اللحم وبين الجلد. وعندما ذكرت هذه الكلمات في القرآن الكريم، ما دلالات الإعجاز فيها؟ نسأل الله أن ينفعنا ببركة القرآن الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.